Zara from Nigeria. I want to use this medium to congratulate Taher Sliman for being awarded as the best singer 2015 in Sudan. This really made me proud as one of his fans. I am a diehard Taha. You have been part of me. Congratulations once again. We love you, Taha. Hello everyone, my name is Mary Sharif. I'm from Nigeria. I'm 3 years old. Ajana kanil hibaha, anu habibi. Mujana aksar zama, anu asar bilibi. La 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 la, hey hey, Habibi kan zalam mini. Talata yau masal anni. Talata yau gafala telefon. Rasalta yau ba jariyar ana talata yau gafala telefon. Rasalta yau ma jariyar. I love you, mom. Bye bye. انا اسلام من مصر. حابب أهني السلطان طه سليمان بمناسبة حصوله على جائزة أفضل فنان لعام 2015، وحابب أهني جمهوره العريق داخل دولة السودان وخارجها، ودايما يا أستاذنا كده من نجاح لنجاح ومن ازدهار لازدهار، وإن شاء الله يا رب فنان السودان الأول، ودي حاجة أنا متأكد منها 10 سنين لقدام، وفنان الشباب، ونحن من معشوقينك، وإن شاء الله بإذن الله من نجاح لنجاح. أنا أحب أهني السلطان طه سليمان، وأحب أهني كمان نفسي أنا، وأحب أهني كمان جميع محبي الفنان طه سليمان، وبحب أهني نفسي لأني أنا من محبي ومن أشد محبي طه سليمان، وبتمنى بكرة الحظ يحالف مني وأكون من الأوائل الحاضرين لحفلة التكريم. بتصور معاك سيلفي، وبجد مليون مبروك ليك، وتستاهل أكتر من كده. قدمته لنا في عام 2015 من داخل جامعة الخرطوم. شكرا جزيلا طه سليمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب أهني الأستاذ طه سليمان بأنه أفضل فنان في عام 2015، ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. ونعرف انه عام 2015 كان بالنسبة للفنان طه سليمان يعني مزيد من التحدي، وكان بيتحدى فيه نفسه، اللي هو انه ظهر في كل المجالات الفنية، من مذيع وممثل ومغني ومخرج ومصور، وان شاء الله مزيد من التقدم ولقدام ان شاء الله. امجد ادريس الصديق، المملكة العربية السعودية، الدمام. ألف مبروك يا طه، من نجاح لنجاح ومن تألق لتألق، حبيبي يا سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بهني الفنان طه سليمان بمناسبة اختياره فنان للعام 2015، ومزيد من النجاحات إن شاء الله لقدام. علاء الدين علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهني السلطان الفنان طه سليمان بمناسبة اختياري لفنان العام، وأتمنى له المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله دائما. في المقدمة البشير حسن. ألف مبروك الفنان طه سليمان بمناسبة اختياره فنان العام 2015، وبنتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله. عاطف الفاتح. سلطان محمد أسامة، أهني الفنان الشاب
السلطان طه سليمان بمناسبة تكريمه الحصول على جائزة نجم الموسم، وهن جميع السلاطين إن شاء الله ربنا ما يحرمنا من طه ولا من جمهور اللذيذ. أنا أنس عمران أحيي فنان سلطان طه سليمان بمناسبة فنان الموسم، وإن شاء الله دائما في تقدم وازدهار ونجاحات. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الفنان طه سليمان لاختياره فنان للعام 2015، إن شاء الله دائما في المقدمة وربنا ما يحرمنا منه من ابتعاده. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد محمود طه زكي، ساكن بمدرمان. أحب أهني سلطان حبيبنا طه سليمان بمناسبة اختياره كأفضل فنان لعام 2015 شاب، وإن شاء الله من نجاحات لنجاحات، ونتمنى منه يعني مزيد من التقدم إن شاء الله والازدهار، ونتمنى له يعني إن شاء الله حياة فنية ممتازة وتوفيق.